أهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم سوف نتحدث عن مطالبة نقابة المعلمين بسرعة صرف مرتباتهم، حيث طالبت نقابة المعلمين الحكومة الشرعية بصرف المرتبات الموقفة منذ عامين كاملين بلا، ودعت أيضا النقابة الحكومة اليمنية لإسراع صرف المرتبات الموقفة منذ عامين كاملا بلا إبطاء، والانتظام أيضا في التسليم نهاية كل شهر دون تأخير، واتخاذ الخطوات ذاتها مع التربويين المهجرين ومن هم في مناطق الاشتباك. وأعلنت نقابة المعلمين في بيان تضمنه معها مطالب التربويين في محافظة حضرموت وعدن ولحج وأبين والمهرة والضالع، ودعت الرئيس والحكومة لمحاسبة الجهات التي تعرقل تنفيذ توجيهاتهم وتماطل في صرف مرتبات المهجرين. وقالت نقابة المعلمين حرمان المعلمين من راتبهم جريمة إنسانية وتجويع متعمد للآلاف الأسر وكذلك الأطباء، وكذلك طالبت بإيقاف جرائم اختطاف التربويين وعمليات التعذيب والإخفاء القسري الذي يطال العشرات منهم، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، وكذا الكف عن استجواب المعلمين وتربيعهم وتعريضهم للإساءة وتهديدهم بشأن أفكارهم وأنشطتهم وأفكار وأنشطة أقاربهم. وناشدت نقابة المعلمين كافة المنظمات الدولية والمحلية إدانة الانتهاكات بحق معلمي اليمن والتضامن معهم والمساهمة في ملاحقة الجناة كي لا يفلتوا من العقاب. إذا لمناقشة تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف أمين عام نقابة المعلمين اليمنيين الأستاذ حسين الخولاني. أسعد الله مساءك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، مساءك سعيد والمشاهدين الأعزاء. مرحبا بك أستاذ حسين. بداية لو تحدثنا عن هذه المطالب التي طالبت بها نقابة المعلمين الحكومة الشرعية وكذلك رئاسة الوزراء بصرف المرتبات، ماذا عن تفاصيل هذه المطالبة؟ بداية أشكركم على سرعة تجاوبكم وتسليط الأضواء على بياننا الساطر، وأعتبر تلك خطوة إيجابية ومبادرة رائعة منكم باعتبار أن هذه قضية وطنية تمس الجميع. نعم. وبالنسبة للمطالب، من خلال ما سمعت من تعقيبك وتعليقك على البيان، أنا مضطر أصوب أنك قلت أن النقابة تطالب الحكومة بصرف المرتبات لعامين. ولو تمعنت في البيان ستجد أن هذه المطالبة موجهة لسلطات الأمر الواقع في صنعاء وغيرها من المحافظات الذي هي سلطات الحوثي، لأن المرتبات الموقفة منذ عامين هي في تلك المناطق تحت سيطرة. نعم. الأستاذ حسين، يعني الآن هذه المطالبة للمناطق الخاضعة تحت سيطرة الانقلابيين، أما بالنسبة للمناطق الخاضعة تحت السيطرة الشرعية تم صرف جميع المرتبات؟ نعم، المرتبات منتظمة في المناطق المحررة، لكن هناك المهجرين ومن هم في مناطق الاشتباك الحكومة لم تصرف لهم مرتبات، ويفترض أنها تلتزم كذلك النازحين. يؤسفني أن أقول لك على الهواء أن المسؤولين في الحكومة، في حكومة الدكتور أحمد الدغر وبالتحديد وزارة التربية ووزارة المالية، لم يوافقوا على صرف مرتبات النازحين رغم استكمال كل الإجراءات من الإخوة المحافظين في المحافظات التي تحت سيطرة ما هي الإجراءات التي استكملت للمطالبة بمرتباتهم وأسباب الرفض أستاذ حسين؟ أشكرك كثيرا. نحن من جهتنا شكلنا لجنة تربوية لمتابعة مرتبات النازحين والذي بلغ عددهم أكثر من 3600 تقريبا معلم ومعلمة، هم نازحين من محافظات تحت سيطرة الحوثيين إلى مناطق المحررة في عدن وفي مأرب وفي كل المحافظات أو خارج الوطن أحيانا.
هذه اللجنة قامت بتوفير كل المتطلبات من كشوفات مرتبات 2014 وغيرها من المطالب، ولكن واستخرجنا توجيهات من رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء، لكنها لم تجد تجاوبا لدى وزير التربية ووزير المالية، وطالبوا أن تكون عبر المحافظين، وأعدنا الأمور إلى المحافظين المعينين من قبل رئيس الجمهورية، وقاموا مشكورين بدورهم حيث قاموا بكل المتطلبات، فتح حساب في البنك المركزي وتحرير شيكات وتعيين مدراء عموم مالية في محافظاتهم حتى يتم التعامل معهم من المالية، ومع ذلك لم يتم صرف إلا صرف جزئي لمحافظة الحديدة فقط للناجحين محافظة الحديدة. طيب أستاذ حسين، هذه المطالبة تحدث البيان بأن الشرط دون تأخير وتسلم كل نهاية رأس الشهر. طيب هذا الكلام هل يدل بأن العملية ربما أتت وهناك تأخير، أم أن هناك انقطاع كامل طوال العامين؟ أنا أرجو أن لا ينتهي دوري في البرنامج قبل أن أوضح البيان، ليس مركز على دور على مرتبات المهجرين والنازحين فقط، بل البيان شامل لكل معلمين الجمهورية اليمنية، حيث أن المعلمين وأبنائهم وعوائلهم أصبحوا على حافة المجاعة التي تصيب المجتمع ككل، غير أننا نتكلم عن الفئة التي نحن مسؤولين عنها، وأنا أتكلم على موضوع من مرتباتهم منقطعة منذ عامين في مناطق تحت سيطرة الحوثي، والمهجرين وفي منهم مناطق الاشتباك الذين لم يتم صرف مرتباتهم وهم في إطار الدولة وحكومة شرعية. كذلك أخي الكريم، أنا أتطرق إلى أعلننا تضامننا مع الإخوة المعلمين في المناطق الشرقية والجنوبية، في المحافظة الجنوبية والشرقية، يعني تضامننا في مطالبهم ورفع مرتبات المعلمين في هذه المناطق تماشيا مع انهيار العملة ومع ارتفاع الغلاء. أيضا البيان تطرق إلى موضوع استنكرنا موضوع عمليات الاختطاف والإخفاء. الاختطاف والاغتيال. نعم. هذه سوف نتحدث عنها أستاذ حسين، لكن دعنا في شأن الأول هي مسألة المرتبات لنكون أكثر وضوحا بالنسبة للصورة. الآن نتحدث عن المناطق الخاضعة تحت حكومة الشرعية أو السلطة الشرعية، لا توجد فيها أي مشاكل، متفقين على هذا الشيء أستاذ حسين؟ إلا في مطالب للمعلمين في موضوع رفع الراتب، والحكومة قررت زيادة الراتب. نعم. نعم زيادة الراتب. أيضا النازحين في المناطق المحررة وخارج الوطن، الذي وجه رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصرفها، وإلى الآن عام كامل التوجيهات لم تلقى مجال يعني للصرف. الآن الخلاف فقط على من هم في المناطق من تم تهجيرهم ومن هم خاضعين تحت مناطق الاشتباك، لم تصرف رواتبهم لمدة عامين، وكانت المطالبة من النقابة للحكومة الشرعية باستكمال صرف المرتبات. نعم، كذلك ناشدنا منظمات الدولية للتدخل لمن هم مرتباتهم موقفة منذ عامين. نعم طيب، لماذا لجأتم إلى هذه المنظمات؟ لأن الواقعين تحت سلطات الحوثي لا مرجعية لنا في 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 صرف مرتباتهم سواء الرجوع للمنظمات الدولية. طيب يعني الناس أصبحوا في وضع لا يخفى على أحد، والإعلام كل يوم يطالعنا بمن يموت جوعا. إذا كانت هذه طيب، ماذا كان عن ردة فعل المنظمات تجاه المعلمين؟ حتى الآن بياننا صدر، ونحن ننتظر. في بعض المنظمات استنكرت وأصدرت بيانات ورسائل إلى رئيس الجمهورية، وننتظر موقف مشرف من الدولية للتربية ومن منظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة حقوق الإنسان. طيب إذن هذه المطالبات مستمرين فيها ومتضامنين أيضا مع أولئك المحرومين من مرتباتهم لمدة عامين، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتمنى أن تصل أصواتكم إلى الجهات المعنية وسرعة استكمال الإجراءات لصرف المرتبات، خصوصا مع الأوضاع المعيشية الصعبة. نعم أستاذ حسين، وقد بينا ماذا بينتم؟ قد بينا البيان بتهديد التصعيد،
يبدأوا برفع الشارة وينتهي بالإضراب الشامل. نعم. ولن يتوقف في حالة عدم التجاوب لهذه المطالب. نعم، هل حددتم مدة معينة للتجاوب أستاذ حسين؟ للأسف لم نحدد مدة، ولكننا هذه بداية لمطالب. سيكون لنا بيانات أخرى ومناشدات أخرى وبيانات صحفية ستصدر. نعم، طيب الآن دعنا ننتقل إلى مسألة الإدانة بالنسبة لنقابة الصحفيين حول الإخفاءات القسرية والتعذيب والاغتيالات التي تطال المعلمين. حدثنا عن تفاصيل هذه الانتهاكات أستاذ حسين. أعتقد أن الإعلام كل يوم يطالعنا والمنظمات الحقوقية عن كثير من الحالات التي تم الانتهاك لها، اغتيالات وهدم منازل واعتقالات بدون أي وجه حق وتشريد وتهديد وإهانات في نقاط التفتيش وغيرها، والمعلمين مثلهم مثل غيرهم من المجتمع اليمني. لكننا نعتبر أن المعلم هو حامل رسالة عظيمة لكل المجتمع ويجب أن يحترم أكثر من غيره. لكننا نجد أن الاغتيالات تمت في كثير من المناطق، وأنتم تشاهدون هذا سواء في المناطق الجنوبية وفي المناطق الشمالية التي تحت سيطرة الحوثي. نعم. أو توفوا تحت التعذيب في سجون الحوثي. نعم، هل تمتلكون أي أرقام عن تلك الانتهاكات في النقابة أستاذ حسين؟ نحن بصدد إصدار تقرير شامل عن الانتهاكات وهي بالمئات، وسنصدر هذا التقرير عن كل المحافظات. طيب بالنسبة لمثل هذه الانتهاكات، سواء كان الانتهاك بوقف المرتبات أو عدم صرفها والانتهاكات الأخرى المتمثلة بالإخفاءات والتعذيب وغيرها، تأثيرها على المسيرة التعليمية في اليمن؟ تأثير واضح يا أخي. نحن نعتقد في نقابة المعلمين أنه لا توجد عملية تعليمية في اليمن على الوجه المطلوب. نعم، هذا في المحافظات المحررة ناهيك عن المحافظات التي تحت سيطرة الحوثي. فإن العملية التعليمية هي عبارة عن شيء شكلية، إن هناك تعليم، لكن الحقيقة لا توجد عملية تعليمية بالصورة المطلوبة. المعلم لا يستطيع أن يؤدي واجبه في الظروف وفي الظروف الحاصلة الآن في المجتمع، وخاصة في المناطق الاشتباك وفي مناطق وبعض المناطق التي تحت سيطرة الحوثي الذي لا تقام فيها العملية التعليمية على الإطلاق. وبالتالي أي عملية تعليمية نتكلم عنها، يعني نحن حقيقة نعتقد أن العملية التعليمية ليست قائمة بالوجه المطلوب. ومع ذلك فمعظم المعلمين قائمين بواجباتهم دون راتب. معظم المعلمين لا يجد قيمة المواصلات حتى يصل إلى مدرسة ليؤدي واجبه. نعم أستاذ حسين، في الختام وباختصار، ما هي الرسائل التي توجه إلى الجهات المعنية لإنقاذ واقع التعليم اليوم في اليمن؟ أولا أنا أقول للحكومة الدكتور أحمد بن دغر يتقوا الله في المعلمين، فهم حملة رسالة عظيمة تصل إلى كل بيت. فتأثير المعلم ليس تأثير محدود، وإنما يصل إلى كل بيت، وبالتالي يجب الاهتمام بهذه الفئة. النازحين هم يعني يعانون الأمرين، فعليهم أن يحتووا هذه القضية ويعجل بسرعة صرف مرتباتهم، ولا داعي أن للمماطلة. وناشد الدكتور أحمد بن دار أن يوجه وزير المالية وزير التربية تنفيذ توجيهات السلطات العليا. أما رسالتي إلى سلطات صنعاء فأقول يكفي. فالمعلم هو يحمل رسالة عظيمة، ولا ينبغي أن يواجه مثل هذه المعاملات السيئة والاعتقالات والإخفاء القسري. هناك تربويين في السجون لهم 3 سنوات يحقق معهم دون أي مبرر. نعم، وصلت الرسالة، ونتمنى أن تصل أصواتكم إلى الجهات المعنية لحل هذه الإشكالية. والكل يعلم بأن المسألة التعليمية والمسار التعليمي هو ركيزة من ركائز الدولة، إذا صلحت تعتبر وتمثل الوجه الحسن للدولة. إذن